تمرين تنفسات البطن في حالة الجلوس بعنوان فقاعات الصابون. نجلس بطريقة مريحة بدون أي جهد وبهدوء، نغمض أعيننا ونضع أيدينا على مركز القلب، نستشعر نبضات قلبنا ونسأله كيف حاله، ما هي الأحاسيس الموجودة فيه في هذه اللحظة، هل هو واسع رحب تملأه السعادة أم أنه متعب حزين يوجد ما يضغطه؟ لا تقلق، أي شيء سوف نجده في داخل هذا القلب هو مسموح. نسينا أن نسأله أي لون يوجد بداخله، ولكن انتظر، هذا سر سنحفظه فقط لأنفسنا. بلطف نحاول أن نفتح أعيننا ببطء وبهدوء، نبعد كف اليد عن مركز القلب، نستشعر معا ملمس أصابعنا الذي يداعبنا بكل لطف. دعونا نتخيل بأننا نمسك قنينة مليئة بفقاعات الصابون يلونها اللون الذي وجدناه داخل قلبنا. نحرك القنينة بقوة، نحرك كفات أيدينا ونزيد من جريان أسرع للدم، نرفع الطاقة في جسمنا ونحرك بقوة، وبعدها نتوقف، نمد كفات اليدين والذراعين بخط مستقيم أمام الجسم، نفتح الأصابع، نلمس ونستشعر راوة الصابون، نشعر كيف تداعبنا هذه الرغوة من الداخل. نأخذ نفسا عميقا نضع يد على البطن وباليد الثانية نتخيل بأننا نمسك الطوق الذي تنطلق منه هذه الفقاعات. نأخذ نفسا عميقا ونشعر كيف يدفع البطن كف اليد بكل نعومة. في الزفير نحاول أن نفرغ كل ما في داخل البطن، نملأ الفقاعات ونراقبها كيف تطير إلى الأعلى.
الأخرى. نتخيل بأننا مع كل زفير نخرج كل المشاعر والأحاسيس التي لا نريدها أن تبقى داخلنا. نراها كيف تملأ الفقاعات، وبعدها تحملها هذه الفقاعات بعيداً ومن ثم تنفجر وتختفي. نغمض أعيننا ونأخذ نفساً عميقاً. نضع اليد التي أمسكت هذه الفوهة على مركز القلب. نستشعر الجسم وهو يمتلئ مع الزفير، والبطن تدفع اليد. نحس كيف يفرغ البطن الهواء وتنبسط كفة اليد. دعونا نعد بصمت تنفسات أخرى كهذه. أدعو كل شخص أن يسأل نفسه: ماذا أشعر في هذه اللحظة؟ هل تغير شيء منذ بدء هذا التمرين؟ كيف يشعر هذا القلب؟ أهو أخف وأوسع؟ أم أنه ما زال يحمل بعضاً من الأفكار التي تجول بداخله؟ إذا كان الجواب نعم، دعونا نطلب منه أن يتحرر من هذه الأفكار. دعونا نطلب منه أن يحررها مثل فقاعات الصابون. دعونا نطلق زفيرا قويا. يحمل معه كل ما هو يؤذينا. بلطف وبهدوء نضع يد فوق يد. نستشعر حرارة جسمنا، وبعدها نضع كفات اليدين على العينين ونقول: شكرا. شكرا لأننا أصغينا إلى قلبنا. شكرا لأننا تنفسنا عميقا. شكرا لأننا جعلنا هذا الجسم يسكن ويهدأ. بهدوء وبصمت نفتح أعيننا ونعود إلى الغرفة.